حفلة وين لو سؤال سيما يالغو سولوي وفد بلارون وكسو عدد دولة ديغان كسو مالي دا وفدقان وهقاميني يمدح وين كوحيقينكا إبراهيم عسما مفارح واي كمي دهايين دكتور حسين قاسم وزير كمدح تويدا سبير حسين عمر وزير كمالقشيغا يقرب تشوكتا محمد أمين مهدي تلياها قاسكا يمدح تويدا دولة ديغانكا وشوت كودو وحا اوها سيدا اي فرماها هورو مرينتا ديغانكا يمالقشيغا وقارسين لهايين قرب تشوكتا ديغانكا دكي كالا ياكو اماني دولة ديغانكا اني موتيا نسبدل دنكا امنيغا دقالها مالقشيغا اسكو حركا وحبرشادا بيرها ياكو وكلا ومهيما waxaa dhankooda balmarin bixiyay isla markaana soo dhaweeyay wafdiga xubna ka socday dawladda gobolka Ohio xildhibaano iyo siyaasiyiin xilal u taagan muqaal soconaya ku dhawaad 10 daqiiqo oo looga hadlayay isbeddelka dawlad deegaanka ayaa loo daaray ka soo qaybgalayaasha waxaana la bogaadiyay isbeddelka uu maamulkaasi sameeyay muddadii uu joogay madaxweyne Mustafa Akhtar wafdigu waxa sheegay in albaabadu furan yihiin diyaarna ay yihiin dhageysiga talooyinka dadkooda kulan duceedii ayay la qaateen qaar ka mid ah jaaliyada waxayna dhageysteen cabashooyinkooda waxay gudbin doonaan fariimahooda kulan duceedii ayay la qaadanayeen wax garadka jaaliyada iyo waliba dadka ka soo jeeda dawlad deegaanka iyagoo ka dhageysanaya cabashooyinkooda isla markaana ka qaadaya fariimahooda ku aadan sidii dawlad deegaanka ay qayb uga noqon lahaayeen horumarkiisa xafladdii soo dhaweynta oo ahayd mid aad u heersareysayna waxa uu dhacday sida tan A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم عركنا ميل بيس وعدا وعدا عدا لتشرو عساني واتلمان عبارة لهي عقار قوى هوغنو عدن قوى نابضو عسن قوى هلقكي رواد دديل بمن جيري عرف كناب نوويو Soomaaliyeed in ummada waxa weeye ay soo dhaweeyso wufuuda noocan oo kala iyo martida waa arin diinteena qiimo iyo qayo weyn ku leh maaha wax iska waxa weeyaan caadi iska ama anbiyaada ilaahay qayb ka mid ayaan ilaahay tabaaraka wa taala uu ku amaanay waxa ka mid ah nabi ibraahim alayhi salaam oo martida iyo soo dhaweyntooda caan ku ah hal ataaka hadithu dayf ibraahim almukramin iddakhalu alayhi faqalu salaaman قال سلام قوم منكرون سودو انتو مركا قيمها سيدين تقول هذا هي نبينا عليه الصلاة والسلام وحاول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه مرتضى شرفت له وينو تشوكته وحنقعد سنة دمار ومدى الصوماليات إن أي سيم الجئي شرف له وقيمة بدن أي كسر دويان قد بس تدوا شير من تجي دولة دي هور انت تشري على بشر من تجي انت دولة دان تشري كتنا سنة دول بوا تجي تشري وحنا دريم كراه waxa isbedelay dhamaantood baan dareemi karaa madaxweynaha cusub markuu yimid wuxuu la yimid inuu wax ka bedelo marka koobaad amniga inuu wax ka bedelo waayo nolosha bini'aadamku waxay ka dambaysaa amnigay ka dambaysaa runtii Mareykanka hadda joogno waxa koow ka ah amni markuu amni helay baa qof walba dantiisii aaday halka inay iskaga egyihiin baa moodaa marka madaxweynuhu wuxuu wax ka qabtay amnigii wuu wax ka qabtay
محاد عي مركز وحكستا إن أرمها بالشذاء وإيش بدلين مركي أمن اللهري جناحسي جبا فرمي مجالد بعد السنتي شدت كي بعد اسمي إن هذا كهر ما أدري مجالد وح وو داري وو وين السنة اللي بدها وقعد نقبل يراهدو ميل يا مدافتو عرع سؤله ونا مدافع تشري هل كان هستيل تشيكلا يا ميل وحبر كيف فوقين لكن هذا لوكا دول دكان تشيكلا وحلا قب حيا الله فعيس قفكي ويغان بايغان لين عكرنا وحلا قيا إن جارتو قبر بيحيا هالكاس وحي أنا نكو قمننا إن يجان أور رمي لهين ونسكو إذا سن لهين تلا يا ملا إن ميل وده دكان لهين الدوار ليدا وحنا كحج سينا يا هدنا فرين إن فري لها وفتيجنا هي أنك وحين قمنا لبا مدير عدد يقدرتين هي أنك بيرسن لها وحويان وحاتهين وفتيجي كوين بد بعدين يباتهين مانتا هدا أنت بد أن جونا يهدا أن كده جونا بق مانتا ذلك هلك أتاعين يهون أركينا لقنا نبض كده جوج بالي نور دجال لكن وحويان هلك يكود بين دون مانتا لما ساعد علينا يو أو علوستهاي لكن وحويان إن أنا كسك علول فيوبانو جبيجين دبت هنجوجنو جده هنجوجنو جبهة أنا هانو حكومة تريسان هانو حكومة يهروسيت ليه أنا كأمد أسكت نازلة أو ولا نقول أم بالمير قارينا هذا البدل لما هل كرا ليه هذا الكلام نقول دهنا هنا إن دقيسنا كتير نبحي على سؤال عن قم إن ويدنا لكن سوى حمد الله يا رب ورسول الله كاجا ما حد علينا رونا هانتي سيدا شرفت له قيمه على دليل هذا دو استكتن لدجالن كنمك يكفر دوبتها إسبابا سيدا الحق يقعد تناقصي سن برباعية هيران إعد لحد له هذه وحنقرنا وقت والبيساعة والبا ونقص السجع وحاكلو دجان كأنت أشوفين رنتي عاد ياد أوقع بصوم يوحلي لأن بتقليه أيامها والمغلية خير خيره والمغلية لكن أنتي أي شغلين دكان كنا بتقلبها. لول كان أي دحلين يدكان كان دحلين صدّن صنو تي بي ألف مين عاسيس. مين هذا عاستني تو بيقولون وقتن كقرحتي. دولتي هذا جدا حوق جدا. لغالي كوب بحصي. ده كان قبيل لول هي سياسية بروكلة الشيء. سيد اللي جوسو علي أمرك ولا سووا كنا وارندير وعادو فوقي. طريق غير بقاعدة نساء. بس دولت دكان كانوا عن كعصنا يا. وعن سومري دولة أفريقيا غربان أوكي. وأنا بدون إني وسيرد قلها وسيرد ما أحب أن يسعتو بروجكت هالك من الله صار دقه بالوحي اللي قبطي أو ذاتك حيو بعين وحصصار بو بعين لقال ما تو بعنه ذاتك إنه وحب بعين سوى لقالي ولا قال ده قال مي سياسة دو ولا قال ده ولا عريامي وحنا تيجي ذلك خاركود وحنا ركع أفريقيا قفكة وحوي بير بالله سمي بيرتيز وحلاو سمي بوجر بالله سمي أدر كذي يبلع يدرس كذي بالغموشي وحلاو سمي وحال السيجي فرتيلايزر روح فرتيلايزر فكرته بعدين بعد السيجي قف كاسي وسكو في الأرض بيركا قدر ككواد وحوي وحد أغاني إنسان على كي هذا قيبتي جدود نت قيبتها جدود وهل جن كاه شو مالي ذا مالقش وين قشت آدي آد يعني قدر ما نمشي ده قال لي اللي حدنا أفركي يتضباطني يتضبدي يدين كواحد كغبا هالناي meeshii inda kaliya ku ekaana Soomaaliya inta hadertan aan buqno waxaan la qaban kartiin waad ka rabno qodobka labaad waan rabaa inaan ka hadlo waxa weey arintaas wafdiga DDS markay imaadaan Soomaaliya erayna diba jira waxaan u dooneynaa inaan la kulanno jaliyada Ethiopia ee Soomaaliya meesha jaliyad Ethiopia ma joogaan waxa jooga dad Soomaaliya waxa dhigi kartaan dadka ka soo jeeda Soomaali galbeed waa ogol lahay laakiin hadaa tiraahdan jaliidda Ethiopia ee Soomaali degan erigaas insha Allah naga bedela dacwaan kana qali kamani waxaan rabaa inaan u duceeyo dadka dhibaatooyinka ku soo gaartay magaalada Jigjiga Ilaahay waxaan leeyahay subhanahu wa ta'ala إلهي ها إني بدلو مل أكفلنين وأنا هليسن بإذن الله تعالى تنسدحاد وحربا وحي ركبتنا إن أضياش أشيغ وفديغا أنا السالي أنا شاكينا يعني صاحبنا وحي الويري شريف محاك الرادين سأذي ما أقول لتي حق
أشربت حق الدقن موجد ميانير أنا وكيل واحد. أبي دكينج ما يقول دري سانير البنادر أن حق يجوعان أشرب أن حق قلبي كان كلاس عنا مرك إلهي وإني دعيني أن أنا وحكلا ما هينو لأن يرتين أنا وفر حسنا مرك إن أرك والله بالله تنا إني إلهي وحواي جزاكم الله خيرا وحل الإسكواني القرآن كإله وين رفيرنس وحل لقاط محير النبي موسى عليه السلام حاسك اسم حيتري يا أبت استأجره إن من استأجرت القوي الأمين إلهي وحمد فلا إنا كواس عن نقطان والسلام عليكم ورحمة الله وانا عادي أهايم أن جيسك أفريكا كتشرين با سومالي استيد كتشرت سكنلي ميشن سومالي أو بيلها إنو خلال دقنا هاي أو حافظها إنو خلال حرناي سومالي استيد ويكدو وانتهاي سومالي باي أفرانتهاي سومالي باي نوحكو قيب صدان سومالي باي نكوة النولي تاس أرين تاس أدبان هو مارتي هو مهد علينا يا دتك مسؤولين تكا أو مانتا أين اللي شوغان كو يغسر سرعيي إن يهير كا كارسيين إن سومالي أن هوس لوغ الدقن وحان رجين هنا إن يساا كسي وضان أنا وحان أغاب قلبي كان كدقنين هلكاس مابا أغين قبيل لذا سيدة أقيب سماني إنو حد قبيل البوبة هي قيب ونقات أنا ولقي متجن قبيل كشجعن ما I don't know قبيل كي maybe we جوجان سيجعلين حق وذا مديدا لكن أنا جا قلبي جان ولقي كده جنا and نكيد دلي ولا لكن أنا نو أنا دلي دخر بعاري دوني أفريقيا ده يبان سكر أذن أبو فرح سنة هاي مدح سوماليات وما مشد جان كاس وماشي لدوني واشنط الصومالية دي علن كي لكن ميل قد وهذا كقنا عسنا هاي دقي هوشي ودسك الصومالية ذو دجن دجان كاس مثلا وحقوق ذو الإلالية وكو كلو شنط كلا دجن أي هيك سدان إن دجان كقتليان وأنهم بليين يا لما كل مدود بس أقدريا مروا مهلنا مرنا واسود وين مرنا وحربا هنا سلالة جاسيسين صومالي ستيت مدحوين مصطفى عجر يا برمانك يا وزير هذا بمنطقة تاس مر كان كب حصل دوين تبع الله صور دوابة هدانا غير كولومبوس وح الله وحدي كولومبوس أما أكتيف الساعة أو ذات كأدي هذا فرعون أما شعب وينها أنت بو عاو هل كي يكون يدريهن يا وحيري يا وحجلي كرودن عاو هل كي جوجان لو ما كلا هرين أدبا وفرع سنة هاي وحنا نكعد سنة يا أنت كدب إن هذا لسه دويسان وفتك شرفت له وعاون نوجوغو مرتدا وحفلته أي قصاب سنتهي وسودوين عاو حفلته هنا دي لسودو ويسان ونوغي ميت سومالي استيب أنا أقوها الله يا مقع عيقا مقع عوضيا شدقان كولومبوس أوهايو إيا كان انت ما يشفر إيا حفلت دن قيمها إيا قايحة بضان لي وإن بضان عاول السلامي ردت كي سواق اسمي حبله يو رج كل يو وفت جينوي ببع وحلا سلام تيسلام كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هي الدنيا المركو تاجي ودوب كده وهذا صوص صاري حاوك أستي يا دم هذا كوس عنه يمركو أراح ده نوي ريو إسلام نقدر جاي ينو أصحاب فلو الحمد لله مو يوحك لو قالوا سهل إلى هي بحمد إسكال أنا حمد النق een hadda waxaan la joogay dad marti ah een waxaan rabaa inaan een martidaas aanu halkaan ayagana fursadooda ku siino een martidan waxa hoggaaminaya Cabsaaq Sheekh Cali Ahmed Qote waa gudoomiyaha madaxweynaha een urur siyaasadeed ka saabig een waxaan halkaan ku soo dhawaynayaa Cabsaaq Cabsaaq sadow assalamu alaykum waqti badan idin ka qaadan maayo I won't take that much time I know some of you are here maybe some time Again, I just wanted to welcome on behalf of the Somali community and SABEC, our esteemed delegation from the Somali state of Ethiopia. We have here also tonight, you know, a very esteemed guest from the state of Ohio. We have here the Secretary of State of Ohio, which I do believe a lot of you here tonight knows his name. So tonight it's a chance, you know, to meet him. And then also we have here
Tina and Liban, who are also from Senator Michelle's office. They would also be giving, you know, a recognition to the delegation. We have here Deborah, who is also running for Dublin City Schools. And the same time also, tonight we would have a message from the Senate Majority Leader, Mr. Roop. So this shows how important these leaders are to the Somali community. So imagine having the Senate Majority Leader, the Secretary of State, and also Senator Michelle's office are here tonight. So again, please help me welcome our esteemed delegation to Columbus, Ohio. Waxaan leeyahay martida sidoo kale ku soo dhawaada Columbus, Ohio. Diyaar waxay dadkaani Soomaalida halkan jooga caawa u yihiin inay idin soo wada dhaweeyaan. Haddana insha Allah waxaan jeclaan lahaa message-ka Senate Majority Leader. Dabadeedna waxaan noogu xigi doonaa haddii la yiraahdo Secretary of State. Dabadeedna insha Allah recognition letter ay bixin doonaan xafiiska Senator Michelle. Dabadeedna insha Allah annagaas ku soo hari doonaa. Aad baad mahadsantiin. Salaamu alaykum. I'm State Senator Rob McCulley, the Majority Floor Leader of the Ohio Senate, and I would like to extend a great welcome to the delegation of the Somali State of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Welcome to the great state of Ohio. We hope you'll take your time here to enjoy the state of Ohio. We hope you'll take your time here to enjoy our great natural resources, our agricultural traditions, our big cities, and our small towns. As you're well aware, Ohio is the home to a large population of Somali Americans who have decided to come. But also, when Ohioans are interested in starting a business, the first step in starting a business begins at the Ohio Secretary of State's office. And I know that so many of you have taken that courageous step of being an entrepreneur. I want to welcome our distinguished delegation. On behalf of 11 million people in the state of Ohio, we are proud that you're here tonight. I hope that you find a warm welcome and good food and greetings from all Ohioans, and thank you for the chance to be here. To my fellow Ohioans, those of you who are members of our great Somali American community, thank you for choosing Ohio. We know that you chose Ohio. We know that you chose Ohio as the place where you're living your American dream, you're raising your families, and the tradition that you're carrying on is a great one. It's a tradition that my family celebrates, where four generations ago, my great-grandfather came from Italy and worked hard to start a business. Today, my family thanks God that my great-grandfather came here to Ohio and started a business. And inshallah, maybe many years from now, your children will be proud of that as well. As a member of the 135th General Assembly of Ohio, I am pleased to extend a special welcome to the Honorable Federal Minister, Dr. Abade, the Honorable Vice President, Farah, the Honorable Chief of Cabinet, Dr. Kasim, the Honorable Finance Bureau Head, Mr. Hassan, the Honorable Investment Bureau Head, Mr. Umar, from the Somali State of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, on the memorable occasion of their visit to Columbus, Ohio. Ohio takes immense pride in hosting such eminent dignitaries, and we are delighted to have the chance to welcome you to our great state. Your presence here is a testament to the enduring friendship between our countries, and we are eager to deepen this bond for the betterment of our respective communities. Ohio has much to offer, from the vibrant cities to the breathtaking landscapes, and we hope that you will find your time here enjoyable and productive. Please know that you have an open invitation to engage with us on matters of mutual interest, and we eagerly anticipate the outcomes of your discussions during this visit. Therefore, I extend my heartfelt welcome to you and your delegation. May your visit be fruitful and leave a lasting impression. Senator Michelle Reynolds. In badan runtii aan oo ismadii ama dhaqankii ama siyaasiyiintii in qof walba halkaan ma aragtay hal qof inuu nagu mateli karo tan caawa oo kale qof baan nagu mateli lahaa anagoo dhan raali baan ka noqon lahayn laakiin hadda waxaan leeyahay insha Allahu ta'ala waxaan rabaa kelimad inaan raacsado al-awwal dadka dhalinyarada oo runtii u heelan weliba marxaladda hadda aan ku jirno waalid walba halkaan caruuri u joogto iyo kan u joogin baa muslim ah xaaladda maanta socota waxa maanta iskuulaadka iyo meel walba ka socda dadkii halkan ajnabiga ahaa loogu yeeray oo berriyi saa dambe leeyihiin codkiina nagu siiya annagu baraarug intee in la eg baa nagu jira
قوم حانو كقيب قادنا هنا إن تاس واحد سكني راهنا ما دام قيب كم إذا لو قدره تاسي وإن أن رنتي شرب كني يوم مارت كل ما ديني قدر سنة وحن لي هاي سن يتسمي هاي نقص دوان إنسان أنت نور دمنا نور بحنا ذو كلا قادنا هنا وأرين أن تلمع مايو دتك الصوماليات ميل والبو يكون ليهين درينك حد جرا هدي أمن الله لو هرمر بالله بهيه وأرين مالجشي هدو يهاي يودين أول بهديهين أرين ما هسي أردنا يجا نوشي دونه وحكالين إن نجا أردنا وانك قادم دونه هدي لا يرالي كده أنا مرر بدل بوا حنسكو ده إن تجتاج تجوه وحن جورج هذا كسيو تجوه حنكو وحن عاد يا وفت كيمة قبل خاص وحيلان نورس الدهوي هاي دينه وحيلان نورس هاي الصدوه دينه وردات بكون دلالة الصدوه دينه شلابة بكون دلالة معناه ده وحوي يوم قبل كا وقبل كا كيمة دويان وان ودلنا هرو مركي سيا وانا جيسنا وحن رمنا إنا نورنتك إن كلا غيب قادنو رجع أنا رجع بدل العاج هستاتي لما قلنا ماشي وكم غلي يا الله بقنا هلا تجو ولو عنكو دي رينجل لأن يمكن نيروبي قرية كردستا أما قرية كردستان يا معالي على دار السلام أما هذا كيغالي إلي آدان تكتغا وكردستان قرية وإسيود ويان ماذا هذا نقول حنو باقا يا قبل كان هذي ترين أيقون أقو باقان وشرار كان نبدا يا سوامالي نبدا ما دام أيهين ماشي سوامالي ودن ديقيد أقو بهاي إلي أيقون إسيود ويان دادك سوامالياد وإي شرار كو قبتان وإي نبدقلين تدك شغيان سيدا دراديد مرة وين هذا الكسيو وتو نقدر نلاقي دبتة عن وانسود وين يا مدح وين كحجينك دولة اسمها ملك الصوماليات مدن إبراهيم عثمان إنه عاوة ناشيغو ونلاقي بسده فرحدة مدح وين سود وو وسلام كل السياسة دا يكقيب قالك سامي قالوا كلنا هاي فدرالك قابك أيوة وقف صعدان هذا محكمة الجودة فدرالك بحجينك الصومالي وحياك الله هذا يمكى ماركتي سامي جاي ميزانك الصومالي لا هاي إن كقريب لكم وحبلا مستقبلك وحلاقة قبل دوننا وينوس صعدان ويجيران أريمها بالشدة وحبر الشدة عفماتك هذا كهر دكان كي نواد قرن يساندب تيجي جرتي لكن هذا هرو مرك هذا يمكن كتير مقال كقول عرفتين ميلا بدن وحضر كيسان باهدة كتيرتا تذكر إنه هنا يا دبعت بدن وارك كتيرين هذا لكن بلاو في عن بعشرة قبل الله لا يسكت أي وحلاقة قبته ويجيران دموين قبل يال لكن دكان هذا كورو وحبذان لقى قبل مدام وها وحبذان وإنه دم باتش ثم كتها من عن ذلك كنا حقيقة سوينا لوبة عنهاي وحال لوبة عنهاي صدق كله تقريبا كا قرب جوكتا إن عن حقيقة جنا لوبة عنهاي وحن حقا نو يمني سعدال كني سفر كنو عن وقدر لهين وحوي إن دیگر کی ولار کسان وان نبود وی، هرومر آیا کجیم میل بدن؟ خیرات بدن دیگر لوی، حلو به هنیای خیرات کیسا؟ این آد کفای دیستان، ود ودن کتی مادان، ود مال کشتار. و دیگر هن وحانو دیار نی. فرصتها سيدي لوغا فايديسن لها إن آنو سو جيدنو قرب جوكتا كون نولمارك تاي ودانا دا كالدوان إن كستون ودان كانت نكبلوني لكن مهمة دينو فرصتها كجيدا سيدي لوغا باهناي لوغا فايديستان لوغا باهني دراسادي آنو سميني باجيرا دراسادي دا وحاكم دا فرصتها جيرا إن وكوكي هاي وحصل ساكا بيرا لولا آدو بادن بانو لاناي لول لقودي كارو أو 8 مليانو هكتار كبادن ايانو هاي سننا لكن إلا اي مكسدي لو باهنا لوغم فايديسن هل مليان ولي مقارسين ودار كيسين مقال كرك وحان دا حالي ديگان سياسي ديشو اسكو مروكسن تاي او چبها دا چيران او قدها تدكتشوغ اي سايستان او آن
دور مهم كل هين ثلاثة قرنك سياسة نعاسه عكرن أيام دحلي وحكرون دحلي لأمي دره لأنك هو أمي درم بوها وتوبي ودن كشيعن اللي راهو ماشى سومال دوات كشرتوه ودم هذا شيءها سفرده دون أي رد ودا سارين عسين سارين ودن كجوده سنة هو جابنتو أي سن حتى مرر بدن بوقنين أو كسنتن أمي دره يوها هرمركا نا آد بقولي تمرك الله بربر اللي قد جانا ذي خلاء دلك إثيوبيا أولي بحلي قد قالها إثيوبيا وكوب عي وها لما كن إياه لما دي سدح دي لقى بالله إلا إيه لما كن إياه تشدي طبعا كي إنك أنت نمني قالوا وقت وكوب عي وها دلك إثيوبيا لكن لقى ما في هذي سن مركا سدح ده عرض موت بعند حلاه هاي محان مركا أنا وأنا سكوتني أنا سمينين تلي شوي كو سياسة دي اللي تشيو hogamid weey wala fariisatay waxa lagu wada hadlay arin halka laga soo jeedinayo aha in dadka Soomaaliyeed hogamintoodu ay midowdo anaga kooxna kala duwan ka nimid meela badan ka soo kala jeedina ayaa waxaanu ku tashanay in deegaanka siyaasadiisu ay noqoto mid degan oo xasiloon oo hogamintu ay midaysan tahay oo uradi mucaaradka intii la hadlay la heshiiyo nabad la qaato oo aan u soo wada jeesino deegaanka siyaasadiisu inay deganaato si aan ugu mashquulo waxyaabihii kale markaa yaalay oo ay ka mid tahay dadka noloshiisa wax laga bedelo marka maanta waxaad haysataan deegan ah deegaanka siyaasadiisu ay ugu degan tahay dalka Itoobiya iyo geeska Afrika ba deegaanka siyaasadiisu oo la sahaysanin oo jabhada ka dagaalamin oo aan buuq siyaasadeed ka jirin hoggaaminta ay leedahay aragti mideysan oo ah aragti Soomaaliyeed ay leedahay yaa haysataan أمنيجي أمني دردي ماشي بك بحذي وديجان كقولنا بدون دلك إثيوبيا أو عليسي وإيمان كران مرة بدن شباب كي أنا كسين وصور ديجان ك لكن ديار جروج اللي سمي وكشكيني مدحوينه كعتيرات داون سين أو لنا سردوني لنا حورانا لنا عيدنا لنا شعب لنا شعبا لنا هجامين وحوك أنا إن سد بير مركهران لو قاعد قرشه هذا marka dambar markay soo galeen loo hore looga diyaar garoobay oo agta la mariyay xirmooyin kooban oo dhirigelinna oo qofka maalgashiga sameynaya isagana u furan ba jira markuu qaato dukumeentiyada looga talagalay ee maalgelineed xirmooyin aan dhirigelin looga talagalay ba jira tusaale ahaan anshur dhaaf ba jira qofka haduu beerashii maalgelinaya agabki beeraha lagu maalgelinayay qalabkii ay shurdhaaf buu wadanka ku soo gelinaya hadii warshada uu sameynayo qalabkii warshadaha wuxuu ku soo gelinaya wadanka ay shurdhaaf oo waxan shurdhaaf laga ma qaadayo waxa kale oo idara jira qalabka shaybaadka hadii wadanka qofka soo gelinaya ee caafimaadka ay shurdhaaf uu ku soo gelinaya waa xidmooyinka looga talagalay in lagu dhirigeliyo maalgeliya waxa kale oo kamid ah qalabka wax soo saarka ee gaadiidka tusaale ahaan qalabka markay duubaan dayactir buu u baahanaya qalabka dayactirka isaguna waxa weeye waa canshuur dhaaf waa waxyaabaha dhirigelinta looga talagalay markaan sidaa leena iyadana kama marna maalgeliyo kaliya ma aha qofka wuxuu soo booqan karaya isagoo qurbajoog ah wuxuu soo salaami karaya shuruud macnaheedu ma aha weey waxaan ku soo koobayaa dadka Soomaaliyeed ee guriga sida wanaagsan inoogu soo dhaweeyay in deegaankoodi dib intay u jaleecaan maal gashadaan rikamaanin mustaqbalka caruurtooda intay ka fikiraan guri ay ku laabtaan iyagoo si niyad sami ah ku fikiraya gurigoodii labaad ama koobaad bi inuu yahay waliba koobaad baan dhihi lahayn inay ku xisaabtamaan isla markaana si shakhsi ahaaneed ee si grup ahaanba dhulkoodii hooyo dhulku waxa dhul hooyo loo yiri aba lama dhihin dhulkoodii hooyo ay maal gashadaan ayaan idinku dhiirigelinaya hadii Ethiopian Airlines buuxsanto waxa la yidhaahdaa the largest airline seventh largest in the world
بوس لغا وايو حد اوغاتا ركلم بوس وايو بار واحد مقشين دي سومال استيد وحيالها وعانك كوية هاي مركا هيدها هي كالتر في سومال لغا حالي حكمتها هي قبيضة هي كالتر هيدها سوماليات كالين وين ومغلة ايو كغتر استيد كا واد قرن ايسان ودرويشكي با كيمي واد قرن ايسان احمد قري با كيمي واحد مقشين الدوم كسيدي السبا ايست افريكو كسو بالوضيب مقشين aan abwaanka goorow wada halkan ka hadlayay wuxuu yiri xawii aadan gabay ku jiru tiriye xawii aadan meesha ku dhashay miyad garanaysan waa jigjiga masuuliyad weyn baa ee saaran barka ma ahan hadii nin gaala oo magac cadaana iyo baalkiga wato doctor Hebel baa yiri waad aamini lahaydeen idinkuba baara oo adduunka Afrika ka bilowday baa la yiri Ethiopia iyo Kenya iyo Somalia isku haystay dib markii loo baaray waa xaqiiq sugan weeye meesha ka bilowday waa Somali state aad baan ugu faraxsanahay inaad aad awoodeen inaad soo booqataan waxaan u maleynayaa dad badan baa dibadda joogay caawo dhan oo boos waayay walaalaha ka soo qayb galay iyo gudigi soo qaban qaabiyeen aad bay u mahadsan yihiin waxaan qiraynaa oo aan inaga qarsoonayn walaalaheena maamulka dawlad deegaanka Soomaalidu horumarka ay ku talaabsadeen iyo nolosha iyo halka ay marayaan dawlad deegaan ahaan haba saahatee wadanka Itoobiya intu leegyaa weyn ognahay waa qoomiyado waa wadan fac weyn oo soo jiray waxa la inaga rabaa inagu hadaynu Soomaalina inaynu qoomiyadaha kale sidaynu ula tartami lahayn ee aynu ugu horreyn lahayn aynu wax u qaybsan uga qaadan lahayn inaynu feenka qabanno What you want to do?